مرحبا، هالمرة مو عطر، فوتكن لمطبخي. بدي أحضر أكل كتير كتير طيبة بحبها، ممكن تستعملوها كمقبلات وممكن تستعملوها مخلل. حبيتها وجربتها كانت كتير حلوة. هلأ بدي أرجع أعيدها، بس رح أحاول قدر المستطاع أصور لكم أغلب الأشياء اللي بدي أسويها. بس للمقادير رح أقولكم سريعا، أكيد أنا طبعا ما هي مانا قناة طبخ، ولكن رح أشارككم هاي الأكلة بالذات لأنه ريحتها وطعمتها كتير مرتبة، داخل فيها كتير أشياء. المقادير رح يكون في كيلو فطر، مثل هذا الفطر. هذا هلأ أنا هذا الفطر هيك غسلته، شايفين كيلو فطر. وراح يكون ربع كاسة مخلل أبيض، خل أبيض، ربع كاسة خل أبيض، وربع كاسة زيت زيتون، وتقريبا نص معلقة أو معلقة صغيرة فلفل أسود حب مو مطحون، وثلاث روس توم، أو يعني فصوص توم مو روس كبيرة، ثلاث حبات توم، يعني ثلاثة من هذول، واحد اثنين ثلاثة أو أربعة، أنتم تشوفوا اللي بتحبوا. معلقة سكر قد ما فيكم، يعني ما تكون كتير كبيرة، ومعلقة ملح، وتقريبا كباية مي. وبعدين رح نساوي الفطر شوي بينشف، ممكن نشفه شوي، وبعدين بنحطه بالوعاء اللي بدنا نشيل منه، يعني لحتى ينشف ويتصفى مثل ما فرجيتكم. هلأ بنحط، رح اقلب لكم هون شوي لنشوف هون. هلأ هيك إذا مبين عليكم، هلأ هيك أنا حطيت كل المقادير الناشفة، يعني حطيت هون الثوم قطعته هيك فصوص شوي كبيرة، والملح والسكر والفلفل الأسود، حطيت شوية زنجبيل يعني رح جرب فيهم، وهاي الكفوف اللي بدي اشتغل فيها هيك. لستات البيوت بعتقد هاي الأكلة كتير رح تحبوها، وممكن تستعملوها مثل السلطة، وممكن تستعملوها مخلل، يعني تستنوا عليها تصير مخلل. هلا ما بعرف شو فقست براسي انه فرجيكم انا شو عم ساوي، بس حبيت يعني لانه حسيتها طيبة كتير. هلا بجيب كباية المي، هاي كباية مي، هاي كباية، هاي الكباية بعبية مي، مي تكون باردة، مي باردة، وبضيفها لهدلول، وبعدين بشعل عليهم وبصير بحركهم لحتى يغلوا. هلا كاسة مي بعتقد يعني كتير كافية، لأنه بعد شوي بصير الفطر ينز مي وقت نحطه فوقهم، بس هاي بدي استنى عليها لحتى تغلي. هلا رح يكون كمان في عندكم بالمقابل، يعني انا جبت، هلا رح جبتهم اول مره يمكن واخر مره رح صورتكم فيديو عن الاكل. هلا جبت زعتر اخضر، وجبت روزماري، يعني مراميه، جبت هيك. هلا بدي اقطعهم، اي، وجبت بصل اخضر، واللي عنده او عنده قرن فليفلة، قرن فليفلة شاغل، بصل أخضر جبت. هلا باخذ وحدة، رح أوطي بس شوي الغاز، واللي هلا عم حاول دور على رنفل، إن شاء الله هلا نلاقي هون. بدنا تقريبا أربعة أو خمسة رنفل، ما بدنا أكثر من هيك. أعتقد عندي رنفل، هذا رنفل، رح أخذ أربعة أو خمسة، بيقولوا له كبش قرنفل هيك، شايفين هيك، ورح حطه تطلع شوي مميزة. كل الأحوال
بيطلع هلا هون واحدة من هدول البصل الأخضر. إن شاء الله تعجبكم هاي، يعني اشتهيتها وسويتها، بس كثير شغلة محترمة. سلمى ما تسبيني إنه عم ضارب عليك بقصة الطبخ، هذا أول وآخر فيديو. عم تشوفوا هون هدول عم يغلوا، بلشوا بدهم يغلوا، بس هيك عشان تطلع ريحتهم شيء هيك مميز. شايفين البصل الأخضر قطعته بهالطريقة هيك. هدول ما بحطهم هلا على الغلي، بعد ما يغلي ويخلص القصص هاي ونسلقهم. المكونات الخضرة بنحطها بعدين، بس راح تكون شغلة كثير يعني طيبة ولذيذة. هاي المكونات الخضرة هلا بشيل منها شوي وبنقيهم، بغسل هون، بلش يغلو. راح احط هون الاشياء الخضرة. اللهم احلى الريحة، رح نولي عليها هي. اللي عندها قرن فليفلة فيها نحط مع قرن فليفلة. ما بدنا يكون فيديو هيك معقد، خلص يعني على البركة هلا عم صور لكم، بس يعني مو انه والله شيء احترافي. هلا هيك عندي الزعتر، الزعتر، الروزماري، الميرامية، والبصل الأخضر. هلا بعد ما غلت هاي سنوها شوي هيك يغلو منيح شوي، تقريبا شي دقيقتين، بعدين بضيف عليهم الفطر. هلا بضيف عليه الفطر. هلا الفطر يمكن يعب الطنجرة، بس شوي متى ما اجته شوي نار وهيك بيهمل، بصير يعني قليل مانو كتير. وبضيف ربع كاسة زيتون، زيت زيتون هاي هيك. هلا بحط ربع كاسة زيت زيتون، هاي ربع كاسة هيك. بعدين بحط ربع كاسة خل أبيض. طبعا أنا ماني محترف مثل الطباخين الواو يعني، بس هيك عم حاول شارككم هاي التجربة. وهاي ربع كاسة خل أبيض، فيكم تكتروا شوي يعني أكثر، تعطيها حموضة طيبة. هلا بطي الغاز شوي، بقلبهم. هلا قلبتهم، بخليها بس شوي غلت، دغري بغطيها، ممكن نستنى عليها من 8 ل 10 دقائق تقريبا. ليمونه هلا بغسلها هاي وبقشرها منيح، بقشرها بشيل عنها حتى اللب الابيض لحتى ما يعطي مرار. بقلبهم تقليبة صغيرة. مغطيها. خليها 10 دقايق تغلي. شايفين هلا الليمونة هيك نظفتها، على البركة على البركة، الأكل اللي على البركة أطيب شيء، واللي ما بيقعد يحسب مقادير، بس المهم النفس. المي مو قليلة، هلا ببلش الفطر ينز مي. طبعا فيكم تحطوهم بقطرميزات مثل اي قطرميز بتكبسوا فيه
المخلل اي قطرميز. يعني مثلا انا هذا القطرميز مثلا في مخلل مثل هيك القطرميزات، تحطوهم تعبوهم بتسكروا عليهم 3 ايام 4 ايام بتكون واو شغلة كتير مرتبة، وبيبقى معكم حتى اذا بدكم تخلوه لسنة ويمكن اكتر شوي. هلا هيك عند الخضرة مع الليمون بحطها بس خلصوا ويبردوا بعد ما يغلوا 10 دقايق، بخليهم على جنب لحتى يبردوا الخلطة تبع الفطر وهذا اللي غليتهم، وبس يبردوا بخلطهم كلهم مع بعض مع الخضرة هاي، بخلطهم وبعدين ببلش حطهم بالقطرميزات وبزيد المي اللي بتكون موجودة على القطرميز وبسكر وخلص. بنطر 4 ايام لحتى او 3 ايام لحتى تكون جاهزة هيك للأكل كسلطة او مخلل، وأكلة صحية ولذيذة. والله يبارك بالأخ أبو أحمد اللي علمنا عليها وبدعي له. هلأ هيك بعد ما خلطناهم مع الخضرة والليمون والبصل والزعتر، حتى اللي عنده أورجانو فيه يستعمل أورجانو، هيك نجيب الوعاء اللي بدنا نحط فيه ونحط شوي شوي. هيك كان كيف انا سويت لهي، لساتها ما خلصت عندي بس عشان ما اطول الفيديو عليكم. يمكن اذا ما منتجت لكم اياه لانه ما حابب منتج بصراحة، مالي خلق ابدا على المونتاج، عشان هيك حتى يعني العطور ما عم بعمل ريفيو هلا، ما حابب اقعد اشتغل بالكمبيوتر وهيك كتير زهقان انه اقعد اشتغل، ما تاخذوني. بس هيك كانت لليوم، واذا ضفت لكم كيف تطلع بس حط القطرميزات كمان ان شاء الله يعني تعجبكم. محبتي لكم، انتوا بتعرفوا قديش بحبكم، ولو ما بحبكم ما فوتكم هيك على مطبخي ومعي بشغلاتي يلي بحبها وخربشاتي هاي. محبتي كتير كتير كبيرة. اذا حبيتوا شاركوه لستات البيوت، خليه يقولوا كمان الرجال بيشتغلوا مو بس النسوان. محبتي بأمان الله.